بالتعليق مشاهدينا الكرام على بيان الهيئة، معنا هاتفيا من اسطنبول ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور يحيى الطائي، مرحبا بكم. إذا في بيانكم أكدت الهيئة أن عبد المهدي حكومة عبد المهدي الجديدة لن يكون بإمكانها تغيير أي شيء من واقع العراق المرير. ما الشواهد التي استندت إليها الهيئة في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، كثيرا من الشواهد والمعطيات هي التي أفرزت هذا الرأي. المسألة الأولى، الكل يعلم في السابق كان أي رئيس وزراء يأتي كان يكون مسنودا من قبل كتلة محددة، كتلة واحدة، فبالتالي يكون هو خاضعا لإملاءات تلك الكتلة والتي جاءت بها ونفذ رغباتها. أما رئيس الوزراء الحالي فجاء بناء على توافق سياسي بين كتل كثيرة متشاكسة، فبالتالي هو لا يستطيع أن ينفذ جميع هذه الرغبات، فهو سيقع أسير لهذه الكتل. بدل من السابق كان يكون أسيرا لكتلة واحدة، أما الرئيس الوزراء الحالي سيكون أسير لمجموعة كتل، فبالتالي سيكون هو الأضعف بين الكتل السابقة. المسألة الثانية، عملية التزوير الغير مشهودة والغير مسبوقة. في السابق كانت عمليات تزوير موجودة وواضحة، لكن هذه المرة أصبحت تسكم الأنوف وواضحة، وبيع المناصب السياسية وغيرها. الكل يعلم الآن حتى الوزارات وترشيح الوزارات يخضع إلى بازار معين، إلى عملية بيع لهذا المنصب أو بيع لهذه الوزارة أو تلك الوزارة، مع ادعاء الجميع بأنهم يمثلون توجهات إسلامية ودينية، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نستعمل على عملنا من أراد. فبالتالي أمام كل هذه المعطيات ونرى رئيس الوزراء ساكت. مسألة أخرى التي أفرزتها أنه أول الأمور التي قررتها الحكومة هي عملية تمكين ومكافأة الميليشيات ومكافأة الحشد والدعوة وغيرها من الأطراف. طيب أنت الآن جئت إلى الحكومة، ماذا ما هو برنامجك للشعب؟ نعم، فابتدأ بمكافأة من جاءوا به إلى هذا المنصب، فهذه مؤشرات وغيرها من المؤشرات الكثيرة تدلل على أن هذه ستكون هي الحكومة الأضعف من بين حكومات الاحتلال المتعاقبة. ما الذي يمنع الحكومة من إحداث تغيير ما في هذا الواقع المرير كما وصفه بيان الهيئة؟ أخي الكريم، يجب أن أن نرى الساحة بوضوح، أن عملية لا يوجد فاعل سياسي حقيقي في العراق من الداخل. الفاعل السياسي في كل المشهد السياسي هو الفاعل الخارجي أو الإرادات الخارجية، فالإرادات الخارجية تتقاسم السيطرة والتأثير والقوة والنفوذ في العراق. أما اللاعب السياسي الموجود في العملية السياسية هو مجرد أداة تتحرك وفق معطيات تلك الدول التي جاءت به أو التي تتوافقت عليه للمجيء بهذا المنصب. هذا أولا. المسألة الثانية، أنه هذه الكتل التي جاءت بهذه الحكومة بهذه التشكيلة هي راعية لمافيات المفساد الموجودة في العراق، فبالتالي هذه الحكومة ستكون هي الحامي لمافيات المفساد وحامي لهذه الميليشيات وغيرها، فبالتالي سيكون الحال من سيء إلى أسوأ. ولكن الحكومة الجديدة حفلت بالعديد من الوجوه الجديدة، ألا يعد هذا بداية للتغيير عن السياق التقليدي المستمر منذ 15 سنة؟ لا أبدا أخي الكريم، بالعكس، هي عملية تجديد دماء لذات المشروع. الإتيان بوجوه جديدة لإتمام الصفقات وإيهام للشارع العراقي منهم جاء بوجوه جديدة، لكن هذه الوجوه هي مجرد دماء جديد لتنفيذ المشروع ذاته اللي يمثل الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية، بعيدا عن إرادة العراق وغياب أي شيء يمثل مصلحة الوطن العراقي. وهنا أتذكر مقولة جميلة للشاعر محمود درويش، قال لم نعرف من باع الوطن ولكننا عرفنا من دفع الثمن. لكننا في العراق الآن عرفنا من باع الوطن وعرفنا من دفع الثمن. الهيئة تعتقد كما جاء في البيان أن الكارثة الإنسانية خطيرة في العراق وأنها تتجاوز وستتجاوز العراق إلى الإقليم كله، ما دلالات ذلك؟ أخي الكريم، الدلالات واضحة وكثيرة. أولا، عملية استنزاف أموال العراق وموارده المالية وموارده الأخرى. المسألة الثانية، الآن نحن على اعتاب كوارث حصلت في محافظات كثيرة نتيجة السيول، نتيجة غيرها من الأمور.
والحكومة عاجزة أن تفعل شيء، بل هي صامتة جراء كل ما يحصل للمواطنين العراقيين جراء ما حدث خلال الأيام الماضية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور يحيى الطائي.